من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تثمن الموقف المصري المدروس والمتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية. قدمت الشكر لأصدقائنا المصريين على الموقف المدروس والمتوازن من الأزمة الأوكرانية وحولها. نحن تبادلنا تقييماتنا وأراءنا من كيفية تتم مناقشة هذه المسألة في مختلف الأطر، وعرضنا على أصدقائنا رؤيتنا للمشاكل التي تظهر بما في ذلك في المجتمع الدولي وتصورنا لسبل اجتياز معالجة هذه المشاكل، مراعاة لأخذ بعين الاعتبار للمصالح المشروع لروسيا الاتحادية. اتفقنا على مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات للأجندة الثنائية وأيضا في الأجندتين الدولية والإقليمية أيضا.